النهاردة عن الجزء الكونسول والترابيزة، ودي من المناطق اللي بتكون فيها كم اكسسوارات كبير بنختاره، لأنها بتكون منطقة مخصصة للإكسسوارات، وحدة الكونسول أو وحدة الترابيزة اللي بنحط عليها مجموعة من الإكسسوارات. هتشوفوا النهاردة معانا مجموعة من الإكسسوارات اللي من الخشب الطبيعي، بنختارها على تكون مناسبة للمكان اللي محطوطة فيه، مناسبة للفراغ اللي موجودة فيه، والأطباق الخشب الطبيعي ممكن نحط جواها مجموعة زلط طبيعي محطوط جوه الطبق الخشب، أو أصداف طبيعية، قواقع بحر، ممكن رملة بألوان، ممكن يكون ورق ورد، تكون عنصر من عناصر الديكور. نفس الكلام ده ينطبق على الترابيزة المركزية السنتر تيبل، اللي ممكن تتحط في فراغ المعيشة أو فراغ مدخل البيت، بمجموعة الإكسسوارات اللي بنحطها عليها، سواء مجموعة أطباق، سواء على أشكال الورد أو فازات صغيرة ما تكونش ليها ارتفاع عالي. عندنا مجموعة من الأطباق الفازات، وبنأكد دايما إنها تكون مناسبة من حيث اللون اللي للمكان المحطوطة فيه، مش شرط إنها مناسبة إنها تكون بنفس ألوانه، بل بالعكس يفضل إنها تكون من الألوان المكملة، الألوان المقابلة للألوان دي في الألوان، زي مثلا لو الفراغات لونها كحلي أو أزرق يقابلها اللون الأصفر بمشتقاته طبعا، لو في فراغات فراغ غالب عليه اللون البني والبيج يفضل إن احنا نحط معاه حاجة مثلا لونها أورنج، لون تاني مقابل للون ده ينور الفراغ ويضيف له. عندنا مجموعة من الألوان والأشكال المحايدة، الحاجات اللي لونها الأبيض والأسود الفضي الذهبي، دي ألوان محايدة بتناسب أماكن وفراغات كتير،